سلام عليكم حبيباتي، صحايتكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم حبيت نعمل لكم فيديو في على حقيبة عفوا على حقيبة الولادة. كانوا طلبوا مني البنات لأنه ما بقاليش إن شاء الله، دخلت في شهر إن شاء الله ونولد. ربي يسلك كل وحدة على خير، واللي ما مرزقهاش ربي بالذرية الصالحة إن شاء الله يا ربي في هاد العواشر يرزقها بالذرية الصالحة. اليوم راح نوري لكم اللوازم اللي راح ناخذهم معايا بالنسبه للطفل في قاعه الولاده، وبعد يعني بعد ما يعني في لو سوجور في الاقامه تاع المستشفى، وايضا راح نوري لكم اللوازم تاعي. ان شاء الله تعجبكم الفيديو وان شاء الله تكملوا الاخر، باش يعني اللي ما عندهاش فكره وجديده هنا في فرنسا تستفيد على الاقل ولو بالقليل. اول شيء يعني كل مستشفى كيفاش، المهم هما يمدوا لكم لا ليست باش تكون معاكم يعني ويعاونوكم. كاين اشياء والله ما عندها حتى يعني زايده كيما نقولوها، وكاين اشياء صح لازم كي تديها. لذلك يعني انا حسب خبرتي بابني الاول يعني ديت شويه خبره، وراح ان شاء الله نزيد في نفس المستشفى. اول حاجه لما تروحي في هذاك اليوم راح تاخدي ليك في قاعه الولاده، راح تحتاجي الى الملابس نتا يعني الاشياء تاعك والاشياء نتاع البيبي. الاشياء تاعك ماهيش حاجه كبيره، فقط كما نقولوا حنا يقولوا لك جيبي بروميزاتور، هذا اللي راح نوريه لكم في الشاشه. انا كنت خديته في الولاده تاعي الاولى ولكن ما درت به حتى حاجه، لانه المراه راح راح تشيحي وكل شيء، فيعاونك اكيد نقولها لما يدخل معك الزوج تاعك في لاصال دو نيسونس راح يعني يعاونك، ولكن انا كما ديت وكما جبت. المهم انا راح ناخذ هنا عندي بالنسبه هنا هذا لو تيشيرت، يعني انه ساعات تكون الحقيقه انا بمحمد ما خديت حتى حاجه، مام هما ما كتبوليش لانك راه مدولي واحد البلوزون بقيت لابسته حتى وين ولدت، ولكن انا قلت انه لكن المره الاولى بردت هكا قلت ندي معايا هاد التيشيرت يكون عريض، هو سبيسيال يعني ماتيرنيتي يعني هايل باش يعاونك وباش ما تبرديش. لكن على حسب يعني الوقت اللي رانا فيه، يعني هناك تشوف فرنسا الجو راه متقلب ما تدريش. انا المهم شريته وقلت نحطه دو كوتي مهما يعني ما يهمش. تاخدي معاك يعني يقول لك بواس يعني اي حاجه مثلا تشربيها ولا بسكويت تاكليه باش ما تجوعيش لانها تكون فتره طويله. انا ما خديت معايا حتى شيء، رغم اني من 12 تاع الليل حتى 4 تاع العشيه الغدوه باش زيت، ولكن ما حسيتش بالجوع تماما الله اعلم. المهم ما خديت حتى حاجه. بالنسبه للطفل نتاعك انا هنا ديجا فتحت الوحده وكنت خليتها يعني هكا تدي عفوا بو نصيحه مني ليك، انا درت واحد الفكره، ما يقولوا لك لازم الاشياء تاع نقاط الولاده وين يزاد في الطفل تاعك لازم تحطي اشياء جانبا هكذا باش الزوج تاعك ما يبقاش مثلا يروي لك في لافاليز تاعك ومنه يقلبها ما تلقايش راسك من ساسك. فمام هو ما يعرفش راح يجيب، نصيحه ليك تجيبي ساك صغير ولا حتى تحطي في ساك ما تاعك ولا اي حاجه اللي تكون عندك. انا هذا عندي ساك دكوشاج هذا تاع محمد حطيت فيه يعني باش تجي، وصيت الزوج تاعي قلت له ها وين تلقاهم، يعني لما يفتح لافاليز يلقاهم ديريكتومون ما يبقاش يفتش. راح نوري لكم انا هنا واش حطيت، لانهم هما اصلا باش ما يتخلطوش لانهم هما اصلا كتبوا. حنا نفرغ ومعليش نعاود نفرز كل شيء من اول وجديد ماشي مشكل. هذا حطيته ما فهمتش علاه، لانه انا هنا الجو ما على باليش قدرة نزيد في اخر جوان ولا في اول جويليا الله اعلم، قادر الجو يبقى هكا مقلب ويكون بارد الحال، وقادر يكون يعني درت انا على الحالتين. وما تنساوش باللي الطفل كان في بطن امه 37 درجة، فلما يخرج راح يكون يحني يبرد يبرد، فديري حسابك حتى ولو في الصيف. هنا يحتاجوا الى بودي بودي ولا انا ديتو دومي مونش الصراحه،
ما ديتوش مونش لون، وعندي رغم اني عندي هنايا بالكموم يعني طوال، راح نحطو اونسي جامي يعني يكون بارد الحال. لكن انا بمحمد شفيت لها ما حديتها كان انه من بعد سخون الحال، وزيد اون بلوس راح يلبس حاجات اخرى من فوق. ديت اثنين يعني، ديت هاد البيجاما ولا هكذا ديتها، من الاحسن ديما تخير يعني كولور تكون كيفاش نقولوا، لا كولور تكون يعني كلاغ، لانه كاين دي بيبي يخرجوا حمر، كاين بيبي يخرجوا سمر، فيعني تردي تردلو على وجهه. انا خديت هادي، وعندي كما قلت لكم البودي، بعد نحط تاني المونشلون، حطيت هادي يعني اون سي جامي يكون الجو سخون، يعني درت الاختيارين يعني بهادي ولا هادي. لاكوش اكيد هما ميكتبولك. عندي هنا البافباغ، عندي هنا لي شوسون ولا دي شوسيت، انا عندي هادو، عندي هاد هكذا يعني باش لانهم باش ما يخبشوش روحهم ولا حاجه. البوني اكيد انا كنت حطيت هذا سخون، ولو اعلم حطيت واحد خفيف. المهم انا حطيت هذا يكون شويه هيك قطيفه هكا دافي. عند البغاسيغ ولا الجيلي ولا الحاجه اللي اكيد انا قلت نحط، من ما شريتش تاع محمد قدامه عندهم بزاف، راح نشري وحده تكون كوتون. حطيت هذه علاش؟ لانه هذيك هادي تاع لا نيسونس، ما على باليش قداه لو بوا تاع، لانه عندي بزاف ما درتش ليكوغرافي، درت اخر مره عندها بزاف، ف ما عرفتش فريمون البوا تاعو واش راح يكون. هادي محبد نشوف انا نلبسها، جاتو قد قد. هادي زيرو موا دو لا نيسونس، وهادي اموا يعني اون سي جامي يكون بيبي كبير ولا، فحطيتها. لكن من بعد نظن راح نحط هادي ديفينيتيف، نحط هادي خير وننزع الاخرى، لانه مازلت درك باش نعدلهم يعني باش نعطيكم فكره. وهاد تيربيلات يعني قالك لازم تجيبو، وهما حنا كاتبين لي با دو كوفرتور، ما يسحقوش مثلا زوره ولا حاجه، يحبوا يجي غوتاز ولا هادشي هكا. انا خيرت هذه صغيره وبخاتيك. فوالا هادو بالنسبه يعني الاشياء اللي تمديها يعني الزوج تاعك يمدها باش يلبسوه لاول مره. بالنسبه يعني الاشياء اللي راح تاخديها يعني في بوندون يعني السيجور تاعك، ما عرفش قداه درك سا ديبون، حنا كاتبين من 3 ل 4 جوغ، و سيزاريان اون سيمان جو كرو، والله ما على بالي الله اعلم. المهم ديري حسابك نتيا. بون انا هنا درت لي بودي، بون لي بودي كيما قلت لكم هنا خلط، درت بين يكونوا شتويين هكذا وبين يكونوا هكا كوتون هكا خير، يعني خدي يعني من ومن باش ما تدريش، مهما انه صيف وكل شيء فما تدريش. عندي حاجات يعني بقاو لي لمحمد خبيتهم وغسلتهم وكل شيء، وكاين حاجات شديتها جديده. هادو ديت 1 2 3 4 5 6 تديري حسابك. عندنا هنايا قلت بودي غلط، اسمحوا لي بيجاما، هنا لي بودي. هنا ديت زوج بالكم طويل هادو، ودرت ثلاثة والرابع راه في الاول يعني هادو مع بعض، هنا خليتهم هكا بعد ما باش يجوني سهلين. من بعد هنا ديت كما تشوفوا هكا بيجامات هكا يكونوا، وهادو خفاف، هادي خفيفة يعني قطن فقط، وديت هادي قطيفة هكا، وعندي هادي ثاني يعني كيف. انا شريتهم جينيرال مو كامل من فيغ بودي، هادو كيف كيف. ما مش من بعد نعاود نفرزهم. عندنا هنا الكاب دو بان، يقولوا لك حنا قالوا لي زوج، عندي هادي
وعندي التانية راها هي، وعندي هذا باش لما بعد تغيري له تحطيهم فوق الحاجه اللي حديري وتبدلي فوقها. ديت نورمالمون زوج. عندنا ليبوني، عندي ليبوني هاميكم، عندي ثلاثة والرابعة خشينة، وعندي لي بافواغ ديت هنا انا ربعة، وعندي لي غونت دو تواليت هادو، ولا استعملي تاني لي كوطون هادو ملاح. عندي هادي الجيلي والبنطالون بالصوف، يعني اون سي جامي تكون الواحد حارهم الفوق. المهم سروال هذا سروال واحد اخر، المهم هو سروال هذا نفسه هنايا هذا. ايضا ايضا هادو قلت يخرج بيهم، الله اعلم درك نشوف. لكان يعني الجو سخون بزاف شريت هادو يعني باش نخرجوا فيهم، بيان سور نلبس له الجيلي ونلبس له يعني باش يخرج نلفو مليح. وهذه ايضا يعني بعلي فوتو على اول خرجه تاعو يعني حاجه فوالا. يا الله. وهذه قلت اون سي جامي يكون بارد الحال، يعني هو كاو يبرد يكون برد الحال، هاد السالوبات مع هاد البيول يكون ولا التيشيرت هذا يكون طويل، يكون طويل. وعندي هادي سي با غاف، بعد نعاود نعدلهم بان شحال نخرجوا مثلا في وحده خشينه هادوك اللي يتلبسوا، ف كنت نخرجوها في هادي، نخرجوا عفوا في هادي احسن، يعني غير وندخلو ومام رجلي هنا ما يبردوش. جاتني سهله مالغري كو عندي بزاف تاع محمد، لكن ما بغيتش يعني نكثر عليا. وهنا عندي لي شوسون لي شوسيت هادو، ايضا هادو تاع الصوف هادوك، يعني نورمالمون هادو هما تاع البيبي واش خديت معايا. بيان سور ما تنسايش لي بابي تاعك، ديما ديري حسابك والدوسي وكلشي ديما حطيه في الساك مال اللي حتديه معاك، ونسي جامي بين اليوم وليله تروحي تولدي، فمن الاحسن ديما توجديهم. كلشي كلشي يعني هما كاتبين لك بلا ما يعني بلا ما نحاول نهضر عليهم. هنا فقط النصيحه هما ما نكتبوها لي، تجيبي لا عندك يعني كوسان داليت مو هذا، هذا باش تردعي يعني رائع، مام كي تدخلي مام يطلبوا حتى في قاعة الولادة باش يعني تقعدي تكوني أليز، يعني كوم كوا يعني في فاش نقولو حنايا كوم شغل المخدة تعاونك و يعني تعاون بزاف. أنا خديتها الحق معايا هادي تاع محمد، يعني مام رضعت بها يعني هايلة. دونك كل واحد كيفاش. هنا بالنسبه لي لافاليز نتاعي حطيت فيها حتى الاشياء اللي ما حطيتهاش مع تاع الطفل تاع البيبي، انا حطيت فقط لانه من بعد نعاود نفرزهم، علاش قلت لانه راح نوري لكم فنعاود على بالي راح تعاود كلش. هنا ما تنساش تدي لي كوش ام يكتبولك، رغم انه كاين يمدولك لتما. هنا ان باكي دو كوش. هنا عندي ساك دو تواليت حطيت ليا وللبيبي راح نوري لكم. هنا لي كوتون تيج، عندي هذه، عندي لابغوس نتاعي يعني حوايج صغار، عندي هنا لا تيتين اون سي جامي، انا بني الاول ما حكمهاليش شريتها بلا فايده يعني قبل، فعييت بزاف ما حبش يقبلها وما تفورسيش عليه، دونك هذه ثاني شريتها قلت اوكاو. عندي هنا لابغوس الباني تاعو، هنا زيت للشعر، ولا عندي هنا سيروم هذا ليا من بعد يعني تاع سيام. عندي هنا هذه انا مام ديما كن فواياجي ولا ديما عندي هادو. هنا هما فارغين وانت تعمريهم، وهنا عندك لي زيتيكات هادو هاهم
نحيهم منا وتركبيهم، يعني روعة بلي بخاتيك. قولولي تدي قرع كبار ويحكمو لك بلاصه دي هكا خير. هنايا الجيل دوش، هنا الشامبو تاعي، هنا اللوسيون تاع البيبي، هنا لينيمون راح نوري لكم انا واش هنا شريت البيبي. هذا لينيمون راني هايل، هنا شي من كارفور اللي عايشين هنا يلقاوه بيولان، رائع رائع اباس دو ويل دوليف. وعندي هنا انا دائما محمد ربيته بمستيلا. هنا عندي جلافون هذا ها هو يشوفو الكور وكل شيء. وعندي هنايا اونيتوايون يعني هذا سون غانساج تاني رائع، كنت حطيته هنايا. وهذا حطيته مشتل هنايا هذا الشامبوان يعني الجل. وهنايا حطيت لينيمون هكا باش اوليو تخيلوا هادو كامل ديهم معايا سي ترو مالغري كو انا بولدي الاول ما دوهم لي، ولكن نفضل ندي معايا اون سي جامي تتبدل الدعوه وميم هما كاتبين لي ماشي مشكل. هذا بالنسبه للتواليت. هنا تدي لي كوتون دو كاري هادو هايلين، ننصحك ديما تشريهم، دائما نشريهم انا وديما قبرو هكا نقولو حنا بقسنطينية. الاشياء اللي في كارفور يديروهم تاع لي بيبي يديرو ديما دو بلس ان، ديما نشري يعني روعة يكفوك. وانا هادي بقالي من محمد مشريتهمش الله يعين. هادو تستعمليهم يعني بوغ تجي تبدلي الطفل تاعك تمسحي تغسلي بيهم. ولي لانجات حذري ننصحكم بهم، انترزي البيبي صغير مهما يكون ما فيهم والو. ما تشري لانجات ما تكسري راسك فرانشمون. هنا يعني الاشياء تاعي الخاصه، انا ما حبيتش ندير في بارفان صغيره لانه وقعت لي اصلا شويه منها نكملها فيها. يعني ديودورون هنايا عندي هذا، ما نعرف كنت وريته لكم ولا لا. لا هذا شغل زيت وهو مليح للسيكاتريس الفيرجيتور لكل شيء، مام يعني مام شغل ها هي لابو ديزيدغاتي. المهم يعني مام اللي عندك لي هذوك لي تاش مارون يعني هايل. انا استعملته قبل وراني نكمل يعني نكمل حتى ورا الولاده ان شاء الله. وعندي هنايا هذه اللي ديما ناخذها معايا، قولوا لي ندير لا كريم ايدغاتونت ولا انا ندي معايا ديك زيغيل. هذه المهمتني لانه بعد دير لك يعني وجهك يجي يدير ولا يشقق ولا فوالا. سمحوا لي ننهج لانه واقفه وتعرفوا. عندي هنا اللي حاشاكم سليب جوتابل، هادو انا خديت منهم، هادو بقاو لي من ولدي الاول، ديت زوج هادو فيهم خمسه، لكن صراحه ما يعجبونيش بزاف يعني تديريهم وترميهم، فضلت اني ندي يعني الملابس الداخليه تاعي احسن، ممكن هادو ديتهم زياده. مهم بونتوفل على الجو هذا اللي يكون شويه داير باش تدفي رجليك. هنا عندي هادي قلت اون سي جامي يعني يكون برد الحال ولكن خرجوا لا. المهم يعني ديتها زيادة كوفرتور. عندي هنا بتي دودو هذا، هذا شريته مع التوربيلات هذيك. هنا عندي السيرفيات هادو شري ديما الكبار، يوحي يقولك ديري لي كوش وهذيك مع ما السخانه جوبونس با نقدر نحملهم، مي نجرب اذا لقيت ما يعني هادو محكمونيش نجي نشري لي كوش. المهم عندي هنا تاع يعني سيرفيات دو بان، عندي هذه درتها باش نديرها الوجه للشعر كبيره، هذه باش ندير فيها شعري نلف فيها شعري. والبينوار النصيحه ديما تدي بينوار ما تديش سيرفيات هكا تكون صغيره ولا متوسطه. هنا عندي لي بيجاما شريت صراحه يعني زوج ولا ثلاثه الله اعلم دوك نشوف زوج بالك. ايه شريت هذه يكونوا عراض و بلو براتيك ومام كي تجي تردعي مي ديرونجي وكش وكوطون بلوس. هذا ثاني سروال يكون عريض عريض شخطو تبقى كرشك يعني نقول حنا طايبه وما زادتش من فوخه. هنا انا سبيسيال ماتيرنيتي. هنا عندي ثاني هادي يعني هايله كبيره يعني طويله قصدي ماشي كبيره ومستوره ونسي جامي يجي ولا اون بلوس كي تخرجي تروحي تدوشي ولدك ولا ولا دوري زعما في الماتيرنيتي. هذا السروال تاعها هنا يكون سبيسيال
كيما فتح الكروش بعد، لانه تبقى كرشك دي معاك ديما العرض، ما تقوليش انه يفرغت كرشي خلاص نو او كونترير. هذه روب دو شومبر تاني سبيسيال ماتيرنيتي، اون سي جامي تاني كش من يجيك. وعلى فكره السخانه انا كيما لا شومبر تاعي في الاول سخونه تغلي كنت في الليل ما نحمش ديما نحي، سي بور سا شريت هادو خفاف وسون مونش ونقدر نردع بيهم. هذا قلت يعني نعصب به راسي ولا يجيني نقولها سلفي ولا حاجه نستر به شعري ونعصب اون بلوس، يعني ديما ديري شعرك. وهذه تاني قلت لكم يعني باش اموال العبد كي يلبس حاجه مستوره ويصور بها ولا. المهم عندي هنا ملابس داخليه، هنا برك كل نعت يعني ملابس داخليه، راح نحكيو على التروك هذا برك. شريو الملابس الداخليه اللي تكون فيها هاد الشرطوطه هذه. المهم هذه يعني تحطي مثلا كي تحبي ترضعي تنساي الجهه اللي رضعتي فيها، ف تلصقيها كيما راكم هنا باش باريزومبل باش ما تخلطيش بين لاغوش ولا دغوات. هذه تعاونك يعني فكره مليحه. هذه هادو هما يعني نورمالمون الاشياء اللي ديتها معايا. و هنا واش تاني حطيت ايه هادو لي كوطون لي بقاو لي قبل، هادو لي كوسيني هادو هايلين ترضع باش لانه الحليب يسيح لك وكلش، ف هايلين. انا تاني شي من كارفور ودو بلوس ان دايما تلقاي هاك لي بواط فيهم 50 كوسيني هايلين داليتمون، يعني هادو تحطيهم لداخل في الملابس الداخليه باش ما يسيحلكش الحليب جينيرالمون في الاول يبقى يسيح ويعاونوك. عندي هادو تاني يعني تلبسيهم ملاح هكا، هادو ما و هكا دي بتيزي لاستيك ما بش حطيتهم. المهم وهذا اون سي جامي تاع الميك اب للنجات، ويا الله وين هي حطيتها ونسيت وين حطيتها الوحدة تاع المكياج. ما ديتش مكياج مانيش في وقت ماكيي وهك ماكيي وكل شيء، فا اون سي جامي يعني واحد ديت لا كريم دو جور تاعي ديما ماسكارا هذا يعني خفيف ف اي لاينر هكا خفيف. المهم يعني كحل ولا حاجه ماشي حاجه كبيره، مانيش رايحه باش نماكيي ولا على 3 جوغ اون بليس ميم كيجي سيلفي يعرفوني ولا مرت سيلفي ولا علاش حتى نماكيي ولا ممكن نصور هكا حاجه خفيفه برك. مانيش من الناس اللي يعني ناخد هاد الاشياء اصلا، بولدي ما ديت والو الاول. البروس هادو هنايا والدونتيفريز تاعي ما زلتش شريتش دونتيفريز فقط هنا فقط ما تنساوش هاد هكا ساك ولا هنا عندي هاد الساكا بلي براتيك ساك باش لما يتوسخوا الاشياء تاعك ف يعني الزوج تاعك يدي الاشياء اللي توسخ لانك مش حتغسليهم في الماتيرنيتي بيان سور، يديهم للدار يعاود يغسلهم بالك مش مسحقيتي ولا حاجه يعاود يجيب لك. المهم هذه هي بون دون هذا كل ما ان شاء الله يا ربي نكون ما نسيت حتى حاجه ومام يعني نخلي اون سي جامي نسيت حاجه ولا نعاود نضيفها. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو حبيباتي وما تنساوش تدعوا لي ربي يسلكني على خير ويسلك على يسلك كل واحد على خير. وبسلامه في لي بروشان فيديو ان شاء الله، وما تنساوش الجيم وما تنساوش الاشتراك في القناه.